أخبر كينيفيتش البالغ من العمر 47 عاما عائلته أنه سيذهب للتنزه لمدة يومين، وجهته صحراء موهافي. أراد الرجل زيارة الكهف الذي اكتشفه مرة أخرى خلال إحدى جولاته السابقة، لكنها 10 نوفمبر 2014 كانت آخر مرة رأى فيها أي شخص كينيفيتش. وعادت طائرة هليكوبتر وأكثر من 30 فريق بحث وإنقاذ خاليين. لم يتم العثور على المتجول في أي مكان. هل كان كهف أم الغامض وراء اختفائه؟ أغرب شيء في قضية كيني هو حقيقة أنه كان متجولا متمرسا. غالبا ما كان يذهب في رحلات منفردة لاستكشاف الصحراء في كاليفورنيا ونيفادا. كان الرجل متجولا خفيفا، وهذا يعني أنه يجلب فقط الإمدادات الأساسية، الماء والطعام والخيمة، هذا كل شيء. ولكن هذا كان كافيا لعدة أيام من التخييم في الصحراء. نادرا ما كان كيني يحضر معه جهاز GPS، ولم يكلف نفسه عناء حزم بوصلة أو خريطة. قد يصفه البعض بأنه متهور، لكنه تمكن من العودة إلى المنزل في كل مرة. ولم يكن كيني خجولا أيضا، كان لديه قناة على اليوتيوب ينشر فيها مغامراته بانتظام. أطلق على قناته اسم سنيك بيت ماجي لأنه كان يلتقط الثعابين أينما ذهب. لكن كيني كان لديه عادة أخرى، فيدخل إلى كل كهف وجده في الصحراء. الآن لم يعد ينشر الكثير من مقاطع الفيديو. استخدم كيني موقع يوتيوب في الغالب للتعليق على مغامرات الآخرين. وفي تعليق له في يونيو عام 2014 كشف الرجل أنه اكتشف كهفا غامضا على شكل حرف M، كان يقع في جبال الأغنام شمال لاس فيغاس نيفادا. وصف كيني للكهف هو المكان الذي يبدأ فيه الجزء الغريب من القصة. لقد اكتشفه أثناء التنزه ولاحظ أن للكهف مدخلا مثيرا للاهتمام، لقد كان على شكل حرف M. ذهب كيني إليه، ولكن شيئا ما لم يكن على ما يرام، وذكر أن جسده بدأ يهتز عندما اقترب من الكهف. كانت الاهتزازات قوية جدا بالقرب من المدخل، لدرجة أن كيني عاد أدراجه، وبكلماته الخاصة كان خائفا على حياته. لابد أنه كان شيئا حقيقيا إذا كان يخيف مسافرا متمرسا. كان لدى كيني سجل حافل، لقد كان يمشي لمدة 20 عاما. لقد استكشف الكهوف التي كان الآخرون خائفين جدا حتى من دخولها. ذات مرة تعرض للعض من أفعى مجلجلة واضطر إلى قضاء أسبوع في المستشفى. وعثر الرجل في رحلاته على جماجم من كافة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى مصائد حيوانات قديمة. كان كيني ينام على قمم الجبال تحت النجوم، وفي إحدى المرات أصيبت ساقه على قمة جبل، وكان عليه أن يمشي مسافة 32 كيلومترا عائدا إلى شاحنته. كانت درجة الحرارة 38 درجة مئوية في ذلك اليوم، وكان لدى كيني كوب واحد من الماء ليساعده على الاستمرار. كان كيني فيتش مناصرا حقيقيا للبقاء على قيد الحياة. ولكن هذا الكهف كان لغزا بالنسبة له، واعترف بأنه لم يكن مستعدا على الإطلاق في ذلك اليوم. كان لديه الأدوات اللازمة لفتح العلبة، ولكن ليس لمحاربة القوة الغامضة التي سيطرت على جسده. لكن كيني لم يكن منسحبا، لقد وضع خططا للعودة إلى كهف أم، وهذه المرة كان على وشك أن يكون جاهزا. لقد فعل ذلك بعد عدة أشهر وهو مجهز بشكل أفضل بكثير، لكن تبين أن الرحلة كانت فاشلة. قام بتسجيل مقطع فيديو لكنه لم يتمكن من العثور على الكهف. هل كانت هذه النهاية؟ هل كان المستكشف الشجاع سيستقيل أخيرا؟ ليس عن طريق تسديدة طويلة. وطالبه متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي بحل اللغز، فخرج إلى الصحراء للمرة الثالثة. خطط لرحلة قصيرة بين عشية وضحاها، لكن لم يره أحد مرة أخرى. وبعد يومين أبلغت عائلته السلطات، وسرعان ما بدأوا عملية البحث عن الرجل المفقود. الآن نأتي إلى الجزء الغريب.
في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به وقف كيني أمام منجم مهجور. هذا هو المكان الذي أطلع فيه المشاهدين على المهمة. وصلت فرق الإنقاذ إلى هذه النقطة وعثرت على هاتف كيني. كان هذا بعد 10 أيام من البحث، لكن المسار سرعان ما أصبح فارغا. ويخشى رجال الإنقاذ الأسوأ، قرروا إرسال كاميرا إلى أسفل العمود، لكنهم لم يعثروا على أي شيء. لمدة 1 شهر لم يكن لدى أحد أي فكرة عن مكان وجود كيني، وبعد ذلك تعمق الغموض. تقدمت امرأة مجهولة عبر الإنترنت، شيريان بيلغريم، ادعت أنها صديقة الرجل المفقود. روت المرأة الغامضة قصة كيف ذهبت مع كيني في نزهة تستغرق ساعات طويلة، وحثت المتنزهين على استخدام نظام تحديد المواقع GPS حتى لا يضيعوا. وبعد ذلك صرحت بادعاء صادم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. اعتقدت المرأة أن اختفاء كيني لم يكن مجرد حادث، وكشفت أن صديقها المزعوم كان لديه بعض المشكلات الخطيرة، ويبدو أنه ترك وظيفته قبل 1 من اختفائه. هل قام كيني فيتش فعلا برحلة إلى الصحراء لينتحر؟ لم يقتنع الناس. اعتقدت ابنة كيني فيكتوريا فيتش أن والدها تعرض لحادث للتو. في كلماتها: كان يجيد النجاة. هل كان كهف أم الغامض مسؤولا عن اختفائه؟ هل وجد شخصا أو شيئا لا ينبغي أن يجده هناك؟ الأسئلة باقية، وكذلك الحال بالنسبة للنظريات السائدة في مجتمع الإنترنت. كان زملاؤه من المتنزهين ومستخدمي يوتيوب مصممين على العثور على كهف أم، وهذا من شأنه أن يحل مشكلة اختفاء كيني فيتش الغامض مرة واحدة وإلى الأبد. في عام 2021 حالف الحظ أحد المتنزهين، ادعى أنه عثر على كهف أم السري، ولأسباب تتعلق بالسلامة لم يتمكن الرجل من الكشف عن موقعه الدقيق. يقع الكهف في مكان ما بالقرب من طريق ولاية نيفادا 375 شرقا. بدأ مدخل الكهف حقا وكأنه حرف أم كبير الحجم، تماما كما وصفه فيتش، ولكن من الصعب ملاحظة الشكل من مستوى الأرض. فقط عندما تنظر إليه من الأعلى يكون الشكل أم مرئيا. من يدري، ربما كان المتجولون يمرون بجانبه لسنوات دون أن يلاحظوا الكهف. حتى كيني لم يتمكن من تحديد موقع المدخل في المرة الثانية التي ذهب فيها للبحث عنه. الكهف لم يكن عميقا جدا، ولكن كان هناك شيء غريب عند المدخل. يبدو أنه كان هناك خط مستقيم من الصخور. هل حاول أحد غلق المدخل؟ وفي الجزء الخلفي من الكهف كان هناك اكتشاف غريب، قطع صغيرة من الخشب متناثرة على طول الأرض. لقد بدوا مثل 2x4 المستخدمة في البناء. هل كان هناك باب هنا ذات مرة؟ وجد المتجول مسمارا يخرج من الحجر، يمكن أن يكون جزءا من مزلاج كان هناك منذ بعض الوقت. لكن الجزء الأغرب كان الكتابة على الحائط: فقس أو فيتش، من الصعب أن أحدد. المتجول الذي اكتشف الكهف لم يرغب في البقاء لمعرفة ذلك، غادر الكهف على عجل. لا، لم يكن ذلك، لأنه شعر باهتزاز غريب في جسده مثل كيني. إنه فقط لا يريد أن يكون في كهف صحراوي في وسط لا مكان. هذه هي صحراء موهافي، من أخطر المناظر الطبيعية على وجه الأرض. هل يمكن لهذا الإعداد أن يفسر بشكل أفضل كيف اختفى كيني فيتش دون أن يترك أثراً في عام 2014؟ لقب الصحراء هو وادي الموت، وهو مستحق عن جدارة. هذا هو المكان الذي سجل فيه العلماء أعلى درجة حرارة على الكوكب في 10 يوليو عام 1913، 57 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة خلال فصل الصيف 45 درجة مئوية فقط. لا عرق، لكنك ستحتاج أيضا إلى بطانية. هو في الليل تنخفض درجات حرارة الهواء إلى ما دون درجة التجمد -4 درجات مئوية. نتحدث عن السفينة الدوارة المناخية، وقائمة المخاطر لا تنتهي عند هذا الحد. المكان الأكثر جفافا وسخونة في الولايات المتحدة هو موطن للحيوانات الخطرة.
الأسود الجبلية والسحالي السامة والعناكب والدبابير، سمها ما شئت. يمكن لأي واحد من هذه الحيوانات أن ينهي حياة المتجول المطمئن. هناك سبب وراء ارتداء كاني دائما لواقي الثعابين عند الرحلات. وبعد ذلك هناك مهاوي الألغام، تنصح السلطات المحلية بشدة المتنزهين بعدم دخولها. هذه المناجم القديمة التي تعود إلى القرن 19 غير مستقرة إلى حد كبير. يمكن لأي شخص أن يسقط بسهولة في فتحة مخفية، كما أنها تحتوي على جيوب من الهواء الفاسد والتي يمكن أن تؤدي إلى اختناق الشخص. وتذكر الحياة البرية المحببة، إنهم يعيشون أيضا في هذه الفتحات، الأفاعي المجلجلة والعقارب وعناكب الأرملة السوداء. كان من الممكن أن يسقط كيني فيتش بسهولة في أحد هذه الفتحات، ولن يكون هناك من يساعده على بعد أميال، لأن ولاية نيفادا هي إحدى الولايات الأقل سكناً، 11 شخصاً لكل كيلو متر مربع.